تحديات الحقيقة كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بتواجه كمان الحكومة الجديدة، ووراءها طبعا طموحات كبيرة للمواطن اللي بيأمل أكيد في حلول لمشكلاته اليومية. أكيد المواطن يعني اللي يهمه تبقى الكهرباء موجودة، وإنه الأسعار تبقى منضبطة، وإنه حاله يبقى أفضل. وده طبعا خلينا نقول إن مشكلة الكهرباء بتمثل كمان أزمة عالمية لا تقتصر بس على مصر، وده طبعا في ظل التغيرات المناخية الكبيرة والصراعات السياسية اللي بنشوفها أو بيشهدها العالم في كل مكان. خلينا نتكلم على التحديات وعلى أيضا مطالبة الحكومة الجديدة، وخليني أروح في حوار مع دكتورة سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية. دكتورة سهر، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا بالساده المشاهدين. خلينا نقول لنفسنا يعني مبروك علينا هذه الحكومه، وقولي لنا يعني كيف تري الاهتمام الان، وخصوصا ان احنا امام طبعا مجموعات اقتصاديه جديده وامام فكر جديد للحكومه الجديده، تفضلي. والله الحقيقه انا شايفه انه النقاط البارزه في التحديات الاقتصاديه تم ذكرها عن طريق السيد رئيس الوزراء واضحه جدا. أنا أحب بس يعني إيه أزود كام حاجة، وهي موجودة أصلاً على فكرة اللي هقوله في استراتيجية الدولة اللي اتوقعت في 2022. أولاً إحنا بنتكلم هنا من الناحية الاقتصادية إن إحنا عايزين نوصل إلى نوع من الاكتفاء الذاتي في الزراعة. الدولة قامت بدور كويس قوي في هذا الموضوع على فكرة بالنسبة للقمح والذرة، ولكن أنا بحب أضيف حاجة. احنا دخلنا في اتفاقية البريكس، صح. ودخلنا في بنك التنمية، تمام. بتاع البريكس، وهما بيقوموا على ان التبادل التجاري ممكن يكون بالعملات المحلية، صح. فده ليه دورين بالنسبة لنا. اولا القمح مثلا والذرة والحبوب والكلام ده كله، عندك اكبر دول موجودة في البريكس بتنتجه زي الهند وزي روسيا وزي، وبالتالي احنا ممكن نقدر نتعامل بده من خلال اما تبادل بضائع او متبادل عملات، صحيح. وده هيبقى له اثر كويس جدا في ان هو طبعا يخفف علينا في العمله. اكيد اللي بيخفف في العمله ده بيعمل لي وفره انا في العمله. ليه؟ لان العمله نفسها سعر الصرف ده في حد ذاته هدف كبير. اي انخفاض في الجنيه يا فندم قصاد الدولار بيعمل تضخم، صح، ويزيد الاسعار. طب ما هو ده، انا هنا بعمل ايه؟ يوم ما اعمل استقرار في سعر الصرف، يوم ما انا هخفف التضخم، يوم ما انا المستثمر المصري والمستثمر الاجنبي الاثنين يعرفوا يبنوا اقتصاديات المشروعات بتاعتهم بطريقه سليمه. فده نقطه مهمه جدا. نيجي على نقطه احب اتكلم فيها الحقيقه، ليها توطين الصناعه. ايوه، احنا كدوله مش هنفضل نستورد من الابره للصاروخ، لا، احنا كان عندنا قفزات حلوة جدا في بعض القطاعات ان هم بدأوا يشتغلوا يستوردوا التكنولوجيا، بدل ما تستوردي مادة خام تستوردي التكنولوجيا بتاعة اي صناعة وتبتدي تشتغل بيها في مصر، واحنا صحيح. شفناها في صناعات مختلفة. فبالتالي توطين الصناعة انا شايفة انه هدف من الاهداف الكويسة جدا، صحيح. طبعا لا خلاف كلام سيادة رئيس الوزراء على زيادة القاعدة الانتاجية، مهمة قوي قوي. وجنب زيادة القاعدة الإنتاجية أنت محتاجة أن أنت تتكلمي على توفري العجز اللي موجود في الموازنة العامة للدولة. أنا دولة مصروفاتي أكتر من إيراداتي، لأن عندي سكان قاعدة بتزيد كل سنة بأرقام كبيرة، ودخل عليا ضيوف أو لاجئين يعني 10-15 مليون، يعني دخل الدولة جوه الدولة. أيوة، علوا المصروفات، علوا المصروفات، يعني علوا التضخم، صحيح. يعني في شراء واسعار الشقق زادت و و و و و فده النهارده بتعاملي انت مشكله جيوسياسيه دخلت عندك وبتتعاملي معاها ولها تاثير على الاقتصاد بتاعك. فانت محتاجه زي ما بقول لك ان احنا نبتدي فعلا في زياده القاعده الانتاجيه وزياده مواردنا والعمل على ان احنا السوق اللي هو الغير موازي اللي احنا بنسميه اللي هو الموازي للسوق المصري، اللي هو في ناس في عدد كبير من المشروعات مش راضي يدخل جوه المنظومه الرسميه للدوله. صحيح. ده لو دخل جوه المنظومه الرسميه للدوله هيفرق كتير جدا. هيفرق في ارقامنا.
صحيح. هيفرق في رقم الناتج القومي، هيفرق في كل حاجه. ده عايز اقول لحضرتك حاجه، الضرايب هتتوزع بدل ما تتوزع على 50% تتوزع على 100%. صحيح. فدي هتزود الموارد الدولاريه، فده برضه يبقى خطوه مهمه جدا. طبعا ما فيش شك الاستثمار كان له تاثير جيد جدا بالنسبه لنا. الحقيقه الاستثمار راس الحكمه كانت يعني زي ما تقول ايه، يعني خطوه كويسه جدا، أكيد وادت الى الخطوات الجيده اللي احنا عملناها من في ساعه في سوق النقد وفي الماليه وفي خلافه، وطبعا توقيع الاتفاقيه مع الصندوق ومع البنك الدولي ومع الاتحاد الاوروبي، كل ده كان له تاثير في وقت عمر كويس. لكن نتمنى يعني نتمنى انه كل ما ذكرتيه فعلا، ودي خطط اعتقد ان الحكومه هتعمل عليها، وواضح انه يعني في يعني تدقيق بشكل كبير في الوضع الاقتصادي. نتمنى ان شاء الله كل الخير. عموما اشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني دكتوره سهر الدماطي الخبيره الاقتصاديه، اشكرك شكرا جزيلا.